الناحية التحكيمية ما بنحبش نتكلم فيها، وإن كان يعني أنا في مذيع شيزوفرينيا اللي هو بقاله 7-8 شهور كل حلقة وكل كلمة بيجيب سيرة سيد عبد الحفيظ من غير ما أعرف ليه، يعني مرة كده ومرة كده، يعني أساسا يعني أكنه هربان من فيلم كرتون، كل شوية يجيب اسمي وكل سيرتي وسيد عمل وسيد اتسوى وسيد قال وسيد اعترض وسيد، ويقوم يقف يقول سيد وقف كده، انا ما بعرفش هو واقف ولا قاعد الحقيقه في الاستوديو، لكن انا بقول له يعني اهدى شويه، الحياه مش كده خالص، يعني اهدى والمنطق وفي ذاك الوقت وهنا السؤال خلاص كلمه ادمت انا يعني الكلام ده خلاص بقى، العب واشتغل على نفسك شويه، وبعدين يعني حتى انت الحكام بقى وحشين دلوقتي بالنسبه للفرقه الثانيه والمنافسه، يعني مش المشرف اللي عندك اللي قال يعني بكل ثقه ما اعرفش جايبها منين، يعني انا كابتن سيد لو عايز تحكم الماتش اللي جاي تعالى، ما اعرفش الثقه دي كان جايبها منين، يعني حتى لما اتسال في بدايه الدوري قال لك انا المنافس بتاعي مش النادي الاهلي، يعني ده على اساس ايه؟ يعني السنه اللي فاتت انا بطل الدوري والتاني الاسماعيلي، اللي قبلها كنت انا بطل الدوري والتاني مصر المقاصه، ومن 3-4 سنين كنت انا بطل الدوري ورايا سموحه، ما اعرفش الثقه دي كانوا جايبينها منين يعني، لكن في النهايه انا بحترم الفرقه كفرقه وكنادي، لكن في النهايه انت بتلعب على شغل وبتنافس بشكل كويس قوي ومصر على حاجه ان شاء الله الرحمن تنفذ باذن الله. شكرا. امبارك يا كابتن اسلام، اكيد للكابتن سيد، كابتن يوسف، كابتن سامي، ومصلي الجميع ان شاء الله المباراه القادمه مباراه تكون على اعلى مستوى الفريق للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات. عوده ليك يا كابتن اسلام.